بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، ونواصل الحديث عن مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه. وحديث اليوم هو الحديث السادس، حديث الحلال بين والحرام بين، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث اللي معانا هو حديث سيدنا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود من الأنصار، أول مولود من الأنصار هو سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، وأول مولود من المهاجرين سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. عندنا أول اثنين اتولدوا في الإسلام، عبد الله بن الزبير أول واحد في المهاجرين، والنعمان بن بشير صاحب هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار. وطبعا عبد الله بن الزبير كان أول واحد، والفرحة به كانت فرحة كبيرة. ليه؟ لأنه هم الكفار والمشركين في ذلك الوقت كانوا يعني قالوا لن يولد لهم، قالوا ذلك لن يولد لهم، لكن من الله جل وعلا عليهم فأكرمهم الله جل وعلا بعبد الله بن الزبير ففرحوا فرحا شديدا، ثم من الله جل وعلا عليهم بعد ذلك بالنعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه. النعمان بن بشير له 114 حديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك ده مات صغير، مات عليه السلام، مات صغير، مات يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، تقريبا اتولد سنة 8 سنة 2، والنبي عليه الصلاة والسلام مات سنة 11، يعني هو مات كما يقال عنده 8 سنين و7 أشهر، فكان طفلا صغيرا. لكن في هذا السن كان رحمة الله عليه ناس كانت تأخذ الأحاديث في ذلك الوقت. رعباء حق نبيل. طيب، مات رضي الله عنه وأرضاه مقتولا، وأنا بأكد على كلمة مقتولا ليه؟ ومات في فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن الزبير كان قد تولى الخلافة. أقول أنه مات مقتولا وهو صحابي، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الدنيا حقيرة. الناس متخيلة أن الإنسان كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا يبقى لازم يعيش حياة مستقرة ومستريحة، عنده فلوس وعنده عيال وعنده مش عارف بيت وعنده قصر. لا لا، طبيعة هذه الدنيا أنها مليئة بالتعب والهم والغم والنكد. أما الحديث الذي معنا أيها الإخوة الكرام وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث من أفضل الأحاديث ومن أعظمها مكان، حتى إن العلماء قالوا هذا الحديث يدور الإسلام كله على 3 أحاديث: 1 حديث إنما الأعمال بالنيات، 2 حديث اتق الشبهات، 3 حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض العلماء يقولون أنه ربع الإسلام، وبعضهم يقول أنه ثلث الإسلام، ومن قال أنه ربع الإسلام يعني الإسلام كله قائم على 4 أحاديث، وقد جمعها أحدهم في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما يريبه واعملن بنية. هذه الأحاديث الأساسية اللي هي عليها مدار الإسلام. تعالوا ناخد بقى سريعا كده نقاط سريعة فيما يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث أولا بيقسم كل الحاجات اللي موجودة عندنا في شرع الله جل وعلا إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. 3 أقسام موجودة عندنا. رقم 1 حلال محض بين ظاهر. رقم 2
حرام بين أو محض أو ظاهر، وفي الوسط بين هذا وذاك في أمور مشتبهة. يبقى كل حاجة جات من الشريعة بالنسبة لنا إحنا واحد من ثلاثة، يا حاجة واضحة زي يعني المطعومات والمشروبات التي لا شيء فيها والملبوسات التي لا كلام فيه. أما تتكلم واحد مثلا على الفواكه زي التفاح، أما تكلمه مثلا عن الرمان، أما تكلمه عن التمر، أما تكلمه عن العنب، دي حلال محض ولا حرام محض ولا مشتبه؟ حلال محض. وهناك أيضا حرام محض، أما تتكلم عن السرقة، أما تتكلم عن الخنزير، ما تتكلم عزك الله عن الكلب، ده اسمه ايه؟ حرام محض. بقي امور مشتبهات. هذه الامور المشتبهات هي في بعض الامور، ودي اللي فيها العلماء يقولون ان هي تعارضت فيها الادله، دليل يقول بالاباحه وقد يقول دليل اخر بالتحريم، فهذه فيها اشكاليه. هذه الامور المشتبهات، المشتبه ده اللي هو ايه؟ حكمه متردد بين الحل وبين الحرمه. والاشتباه هنا نوعان، الاشتباه هنا نوعان. النوع الاولاني الاشتباه في الحكم، حلال ولا حرام؟ يعني مثلا موضوع اكل الحمر الاهليه حلال ولا حرام، اكل مثلا الحصان حلال ولا حرام، فيبقى في خلاف، هناك نوع من انواع الخلاف بين العلماء في هذا، يبقى ده اسمه اشتباه في الايه؟ اشتباه في الحكم. هناك نوع اخر اسمه اشتباه في الحال. يعني ايه الاشتباه في الحال؟ الاشتباه في الحال يعني إذا وجد الإنسان شيء في بيته هو مش بتاعه لكنه في بيته، كونه مش بتاعه يبقى حرام، كونه في بيته يبقى حلال. طب إيه اللي دخله هنا؟ فده اسمه اشتباه في الإيه؟ اشتباه في الحال. إما أن يكون الاشتباه في الحكم، وإما أن يكون الاشتباه في الحال. لكن ناخد بالنا إن أمر الاشتباه وبينهما أمور مشتبهات. الاشتباه ده نسبي ولا مطلق؟ ها؟ نسبي. الاشتباه ده بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى فيه قليل يعلم، فيه قليل يعلم، صح ولا لا؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى الاشتباه أمر نسبي وليس أمر مطلق. نسبي يعني إيه؟ يبقى هو على نسبة محددة من الناس، نسبة معلومة من الناس، حتى وإن كانت كثيرة. لأن الأصل في العلم في كل فن وتخصص إن أن من يعلم هذا الفن كثرة من الناس ولا قلة من الناس؟ قلة من الناس. يبقى لا يعلمهن كثير من الناس، المقابل يعلمهن قليل من الناس، والقليل من الناس هؤلاء العلماء في كل فن، كل علم، وفي كل فن. طيب هل الاشتباه ده يكون في شيء أصلي في الدين ولا شيء فرعي؟ نقول لا، ده مش شيء أصلي. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبالتالي هذا الاشتباه يزول أم لا يزول؟ يزول. بما يزول؟ يزول بالاستنباط، بالاجتهاد، بتعلم العلم، وكل ذلك يزول. ولذلك مستحيل أن يكون عندنا مسألة مشتبهة على كل خلق الله، وإنما الاشتباه يكون على معلومة، على مجموعة من الناس، وفي النهاية لابد أن يكون هناك من يعلم ذلك الأمر. يبقى عندنا حلال بين، وعندنا حرام بين، وعندنا أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، اللي جاء دي النقطة المهمة، ودي ناخد بالنا منها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما يكون عندنا شبهات، شبهة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وهكذا، لو الإنسان مشي مع الشبهات إشكالية كبرى. ليه؟ لأن سيقع في الحرام كما سيأتي فيما بعد. لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وده كان طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتى من بعده من الصحابة أو السلف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي في الطريق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق، يأكل ولا لا يأكل؟ لا يأكل. لماذا لا يأكل؟ لأنه خاف صلى الله عليه وسلم أن تكون من أموال الصدقة، من أموال الصدقة، لأن أموال الصدقة في حد ذاته حرام على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لا يأكل الصدقات، ولذلك كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه من ضمن العلامات التي قالها له آخر من قابله من القسيسين، قال له في نبي هيطلع هناك في بلد ديت فيها نخل، من علامته إيه؟ قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فأول يوم جاب له تمر وقال له ده صدقة، فأعطاه النبي لأصحابه ولم يأكل. فلما كان في اليوم التالي أتاه بطبق فيه تمر وقال هذا
هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم أصحابه. يبقى بيقول عندنا إني مهم جدا ان الانسان يستبرأ لدينه وعرضه، ودي ان لم يكن الانسان ذلك وقع في الحرام. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام كان عنده غلام، فالغلام اتى له بطعام فاعطاه اياه تفاحه، فلما اكلها وطعمها كان تفاحا فاكله. المهم اتاه بما اتى به فاكله، فلما أكله قال لم تسألني. ويبدو أن أبا بكر كان متعود أن يسأل، فالغلام لما الأهم سألوش قال لم تسألني، قال من أين لك هذا؟ قال هذا يعني شيء كنت قد تكهنت به في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة. ضحك على واحد وقال له أنا بعرفه في الغيب وكلام من ده، يعني المصيبة مصطيط إنه هو كاهن ونصاب. فالراجل قبله بعد كده فأعطاه ذلك فقال هذا من ذا. قالوا فتقيأه رضي الله عنه وارضاه سيدنا أبو بكر. ليه؟ لأنه عارض هو شبهة. فالإنسان ينبغي أن يتقي الشبهة، وده طبعا إذا كل هذا ممكن نقول أنه محمول على أن الأمر ما زال في باب الشبهة. طب إذا تبينت الشبهة وأصبحت أمرا واضحا دخلت في باب الحلال أو الحرام، إما أنها أصبحت حلالا محضا وإما أنها أصبحت حراما محضا. فإذا أصبحت حلالا محضا خلاص وجب على الإنسان فعل هذا، وإن أصبحت حراما محضا وجب على الإنسان أن يقوم بهذا الأمر. طيب قلنا إن الإنسان ينبغي عليه إن هو يعني يبتعد عن الشبهات تبرئة للعرض. فاكرين قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدة صفية؟ كان النبي في المسجد، ويبدو أن الأمر كان كده قبل صلاة المغرب، واقف النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، فمر عليه رجلان، فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام قربوا من النبي فمشوا بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما. وقف يا حبيبي انت تعالى، رايح فين؟ وقف تعالى، انها صفية. قالوا يا رسول، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. الواحد يعرض نفسه ليه؟ فالنبي فقد استبرأ لدينه وعرضه. مهم جدا ان الانسان في كل وقت من الاوقات لا يعرض نفسه للتهم. ولذلك نقل عن بعض السلف انهم كانوا يقولون من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا نفسه. يبقى لا يلومن الا نفسه. واحد ما يجيبش بتاع دي سيجاره الى الالكترونيه ويمسكها في ايده ماشي، يعني واحد ماشي ده الكترونيه ده منظر بس انا عاملها منظر، ده عرضت نفسك للشبه. ماشي في مكان معين والمكان ده لا يمشي فيه الا يعني اصحاب العادات المخنسين ولا التعبانين ولا مش عارف ايه ولا بتوع السكر والعبضه والى اخره. لا، يبقى خلاص ستعرض نفسك للتهم اذا مشيت في هذا الطريق. طيب فمن وقع في الشبهات وقع فين؟ في الحرام. يبقى احنا عندنا خلي بالك حلال اعمل زي ما انت عايز، حرام ابعد خالص. طب في النص بين الحلال والحرام في امور لو انت ما خدتش بالك وتنيت تاخد شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة إلا يحصل هتقع في الحرام. طب الوقوع في الحرام ده هيكون إزاي؟ الوقوع في الحرام هيكون نوعين، وقوع بمعنى الوصول ما أنت شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة، يبقى خلاص سيصل الإنسان إلى هذه الشبهات. ده خلاص بدأت انطلقت بعدت عن الحلال، انطلقت من دائرة الإيه؟ من دائرة الحرام. قال لك لا، ده في حاجة تانية كمان سيصل الأمر إلى الجرأة. يبقى الأولاني نوع من أنواع التساهل، الثاني نوع من أنواع الجرأة. الأولاني لأنك تعودت يا سيدي خلاص، طب مش عارف إيه، طب كذا. يعني على سبيل المثال لو الواحد متعود إن هو بيصلي صلاة العشاء في وقته، لو بدأ يتكسل شوية هبقى يقول لك طب استنى نص الليل، أما أقوم أصلي الفجر هصليها قد الفجر، هتلاقيه بعد كده بقى إيه؟ ضاعت العشاء وضاع الفجر، ضاعت العشاء وضاع الفجر الاثنين مع بعض. ده خلاص ده في نوع من انواع التساهل حتى وان لم يتعمد. لا، في نوع ثاني بقى اللي اسمها ايه؟ الجرأه، لانه اصبح الموضوع عنده عدم التحرز في هذه الامور فيوقعه والعياذ بالله في امر الشبهه تعمدا. يبقى الاولاني تساهلا والثاني تعمدا، اللي هي الجرأه
التي تصل الإنسان إلى ذلك الأمر. هنا طبعا دي نقطة مهمة وتخلينا نقول إن ده باب عظيم بيسموه باب سد الذرائع. باب إيه؟ سد. يا ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا قال إيه؟ ولا تزنوا؟ أي ولا إيه؟ ولا تقربوا الزنا. يبقى الصورة حرام، والواحد يبص الواحدة حرام، واحد يكلم واحد على شات حرام، واحد مش عارف يعمل ايه حرام، حرام ليه؟ حتى لا يصل الانسان الى دائرة الزنا والعياذ بالله. ولا تقربوا نفس النظام، ولا تقربوا مال اليتيم، لان النهارده لو رحت لو قربت جبت جنب منه طب اعمل له مشروع، طب مش عارف ايه، في النهاية هتاخده فلوسه كلها وتقول له لا ده انا اللي تعبان وانا اللي شقيان، يبقى هو راح فين؟ يبقى من وقع ده بنسميه سد الذرائع. اياك ده كان السلف يقولوا ايه؟ يقولوا دع بينك وبين الحرام سدا من الحلال. لازم يكون فيه سد بين الانسان وبين الحرام، والا وقع الانسان في هذا الحرام. اخر حاجه اريد اختم بها ان موضوع مكانه القلب. القلب شوف النبي في الاخر قال ايه؟ الا وان في القلب في الجسد مضغه. خلي بالك ايه علاقه ده بالحديث؟ ما هو اصلا اللي هيخلي الانسان يعمل الحلال ويسيب الحرام ويستبرئ دينه وعرضه في الشبهات هو الايه؟ هو القلب. الا يبقى ما دار ده كله على القلب. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. ومن العجيب هنا الا وان في الجسد مضغه. المضغه دي اللي هم بيسموها عمليه ضخ الدم. ضخ الدم ده في قلب سليم يبقى في ضخ للدم، مفيش قلب سليم يبقى فيش ضخ في الدم. يبقى صلاح الجسد كله قائم على ايه؟ على القلب. وصلاح الدين ايضا كله قائم على القلب. ولذلك كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلبا سليما. وسيدنا ابراهيم ها صاحب القلب السليم، ويوم القيامة لا نجاة إلا لصاحب القلب إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب هنا القرآن لما بيتكلم عن القلب هنا ما بيتكلمش عن القلب باعتبار المضغة اللي هي مش عارف أقول لك قطعة من الدم في أو عضلة في حجم كفة اليد مش عارف في شكل الكمثرة، مش كده ولا إيه؟ إخوانا بتوع العلوم مش ده اللي بيقولوا الكلام؟ القرآن هنا ما بيتكلمش عن الوضع ده، وإنما القرآن يتكلم عن هذا القلب الذي عليه مدار الأحكام، كل الأحكام مدارها على هذا القلب. ولذلك تجد القرآن لما بيتكلم عن القلب بيجعل القلب إيه؟ بيجعل القلب في حد ذاته فيه بصر، القلب المبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب هنا له إيه؟ يبقى القلب له بصر. والله جل وعلا وصفها بأنها قلوب تسمع، فقال ربنا جل وعلا وطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى قلوب مبصرة وقلوب سامعة وقلوب عاقلة، لهم قلوب لا يعقلون بها، وأيضا هي قلوب فاهمة، وقال ربنا جل وعلا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى مهم جدا ان احنا ندرك ان الاسلام لما النبي لما اتكلم عن القلب هنا مش هذه القطعه القلب اللي هي جنب الرئه، لا ده القلب المدرك، قد القلب الفاهم، القلب اللي هو بيستوعب الافهام ويستوعب هذه المدارك، وبالتالي فلاح الانسان على هذا كله. لان القلب الاصل ان القلب فاقه، القلب ده عنده نوع من انواع الفقه، فقيه وعالم بالمشكلات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، استفتي قلبك. القلب ده محل الاستفتاء، بس ما يبقاش القلب زائب وتقول استفتي قلبك، وبعدين استفتي قلبك في ايه؟ اذا كانت المساله فيها يعني للعلماء فيها قولان، خلاص خذ بقى انت ما تميل اليه. وان كان القول هنا قال وانما ذلك للعلماء وليس لاحد الناس، ولكن ما كان القلب سليما فاعلم انك على الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. لأن القلب ده فقير. أنت أحيانا بتعمل حالة وتبقى تدعي ربنا ما حدش يشوفها، صح ولا لا؟ كلنا هذا الرجل بندعي ربنا فعلا يا ربنا يسلم، مش عايز حد يشوفك، وبعض الأشياء قد تصنعها أحيانا ومش عايز لا زوجتك ولا أولادك ولا حد يشوفك. ليه؟ لأن أنت حاسس إن في حاجة غلط، في شيء غلط قائم وموجود عند الانسان، وده دلاله القلب. طيب خلاصه القول في هذا كله عايزين نقول ايه؟
عفوا مساعد خبيئة خبيئة ونعم. ولذلك خلاص اللي احنا عايزين نصل اليه يا اخوانا، اولا الدين بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى فصله، علمه من علمه وجهله من جهله، والدين ينقسم الى ثلاثه اقسام، حلال بين وحرام بين وفي الوسط امور متشابهه. فالحلال بين افعله وعض عليه بالنواجذ فلك فيه الخير حتى وان كان في الماكولات والمشروبات والمطعمات، والحرام البين اياك واياك، والمشتبهات دعها واتركها وابتعد بعيدا عنها، نتقي الله جل وعلا، وليستبرئ الإنسان لنفسه ودينه وعرضه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.